التاسعة مساء بتوقيت الخرطوم، هذه حلقة جديدة من مع الأحداث، نسلط فيها الضوء على أبرز القضايا المتداولة في الشأن السوداني، معكم فيها محمد السعودي، أهلا بكم. نبدأ بأولى الملفات مشاهدينا الكرام، حيث نطرح في طاولة حوار هذه الحلقة تفاصيل حول مبادرة نداء أهل السودان، إذ وجدت مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني مباركة صريحة من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي قال: نحن نؤيد كل مسعى يريد صاحبه أن يجمع أهل السودان، وسيجد منا الدعم والسند لحين الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكدا أن السلطة الحاكمة لن تستطيع فعل شيء بمفردها. وتحدث البرهان أمام حشد من المصلين بمنطقة ود أبو صالح شرق الخرطوم قائلا: قبلنا بمبادرة رجل الدين المعروف الخليفة الشيخ الطيب الشيخ الجد ود بدر للخروج من الأزمة الحالية، كونه من الشخصيات صاحبة الثقة والاحترام. والي التفاصيل والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الخرطوم وعبر الأقمار الصناعية الباش مهندس هشام الشواني، المتحدث باسم نداء أهل السودان. باش مهندس، مرحبا بك في مع الأحداث، وأبدأ معك مباشرة. يعني نقف على ترحيب رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بمبادرة أهل السودان، كيف ترون هذا الترحيب ومدى انعكاساته على هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين عبر قناتكم وقناة البلد. ترحيب رئيس مجلس السيادة بالمبادرة هو أمر جيد، أمر مقبول، وأمر يصب في صالح المبادرة بالتأكيد، وقد جاء في مناسبة اجتماعية في منطقة أبي صالح، وبالتالي هو جاء على إثر نقاش حول المبادرة، وهذه المنطقة أصلا قريبة من منطقة أم ضبان أو أم ضبان التي خرجت منها المبادرة ممثلة في الخليفة مولانا الطيب الجد. لكن قيمة المبادرة لا تكمن فقط في ترحيب رئيس مجلس السيادة بها أو غير ذلك، بل قيمتها في أهم فكرة في المبادرة، وهي فكرة صحيحة كثيرا ما تحدث عنها العقلاء من السودانيون، فكرة الحوار والوفاق بين السودانيين. قوة المبادرة تكمن في هذه الفكرة وليس في أي شيء آخر، وفي ضرورتها حتى في هذا الوقت. يعني الآن نحن بنقول مبادرة نداء أهل السودان هي مبادرة صحيحة وفكرة صحيحة في وقت صحيح، لأن فكرة الحوار والوفاق ناس كثيرين يتكلموا عنها في أوقات كثيرة، ولكن الآن استشعر كثير من السودانيين، استشعروا مخاطر محدقة بالبلاد ومهددات كثيرة في البلاد، وبالتالي صارت فكرة صحيحة في وقت صحيح. فدعم رئيس مجلس السيادة يأتي كجزء من الزخم الذي يجب أن تكون عليه المبادرة، ونحن نتطلع لأكثر من ذلك أصلا. طيب باش مهندس، دعنا نقف على هذه النقطة التي تحدثت فيها الآن، وهي فكرة المبادرة وهي الحوار والوفاق بين السودانيين. في ظل ما ذكرت وفي خضم ما ذكرت، هناك عديد المبادرات التي تم طرحها في المشهد السياسي السوداني من كثير من المكونات السياسية، وحتى مكونات ليس لها علاقة ليس لها علاقة بارتباط سياسي وأحزاب سياسية، كلها لم تجد القبول، لم تجد الآذان الصاغية بتنفيذها، وجميع هذه المبادرات أيضا كانت فكرتها الحوار والوفاق بين السودانيين. ما الاختلاف هنا؟ الاختلاف الجوهري كما ذكرت لك في التوقيت. كثير من المبادرات منذ 11 أبريل كانت تتحدث عن ضرورة أن يتوافق السودانيون، وأنه نشكل قاعدة عريضة للانتقال الديمقراطي في السودان للفترة الانتقالية، ومرت طبعا ظروف كثيرة ما دارين نكررها قدام المشاهد، أنه في فئة معينة أو جهات معينة استأثرت بالسلطة وحصل صراعات، وكلنا مسؤولين عن هذه الحقبة، يعني لا نحمل حتى المسؤولية لأي جهة. يعني الآن صارت هذه الفكرة صحيحة في وقتها الصحيح، مع استشعار المشكلة واستشعار الخطورة المحدقة بالبلاد. أيضا في قيمة أساسية عند المبادرة، اللي هي بتستند على طيف واسع من السودانيين، وانطلقت أصلا من رجل مشهود له بأنه غير باحث عن سلطة. المولانا خليفة لم يطلب وزارة لنفسه ولا لأحد من أتباعه أو أحد من مساعديه، بل هو يتحدث عن ضرورة أن يلتئم السودانيون وأن يتوحدوا حتى الاختلاف نستطيع نديره بطريقة سليمة،
ونصل لتسوية والاتفاق للمرحلة الانتقالية. طيب لنتعرف أكثر على تفاصيل هذه المبادرة وأبرز البنود التي تم وضعها من قبلكم وتقديم هذه المبادرة، ما هي أبرز البنود التي تحتويها إذن؟ القيمة الأساسية للمبادرة إنها بتبحث عن حوارات موسعة مع كثير من الكتل، والحمد لله تم التواصل مع كثير من الكتل السياسية والمكونات السياسية، وتبقت بعض المكونات البحث والحوار والتفاوض جاري معها. الغاية من هذا الأمر إنه نلتحق بما يعرف بمؤتمر المائدة المستديرة، وهو مؤتمر لم يحدد أي إطار زمني أو برامجي له، هو ده ينتج من الحوار، عشان الحوار يكون حوار أصيل وحوار حقيقي بين السودانيين، بحيث إنه مؤتمر المائدة المستديرة وهو نقطة أساسية في مبادرة الشيخ الطيب أجيد، مبادرة نداء أهل السودان، يمثل الطيف السوداني الواسع. من خلال هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر المائدة المستديرة نخرج باتفاق حد أدنى لإدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في غضون عام أو عام نصف، أو ما يحدده المؤتمر المائدة المستديرة نذهب إلى انتخابات. وقبل ذلك نتفق على شيئين أساسيين، نتفق على كيفية تشكيل حكومة تمثل أغلب السودانيين وتكون حكومة مستقلة غير حزبية، وكذلك نتفق على الترتيبات الفنية للانتخابات وللمشاركة السياسية لكل الطوائف، للشباب وللمرأة وللقوى الثورية وللقوى المحافظة وللمجتمع التقليدي ولقضية السلام ولغيرها من القضايا. فهذه الأمور يستطيع أن يخاطبها مؤتمر المائدة المستديرة في حال أنه انعقد على أكبر قاعدة من الانتماء. طيب باشمهندس، يعني هذه البنود التي طرحتها لي الآن عندما ننظر إليها على الورق ربما نجد أن فيها الكثير من الإيجابية على المشهد السياسي، لكن ليس إنقاصا مما قدمته هذه المبادرة. أعود لك بذات السؤال الذي طرحته قبل قليل، هناك مبادرات وفي توقيت قريب جدا كانت تحوي ذات المبادئ وذات البنود، لكنها لم تجد المباركة من الجميع أو حتى لم تجد الأذان الصاغية. أطرح لك بعض الأمثلة. مبادرة مدراء جامعة الخرطوم كانت لها ذات الأفكار وذات التفاصيل، لكنها لم تنفذ. البعض الآن يصف ترحيب البرهان بهذه المبادرة لأنه يرى أنها منسجمة في كثير من أفكاره ومع قراراته، كيف تعلق على كل ذلك؟ هذه المبادرة كما ذكرت لك أنا أنظر لها وكثيرون ينظرون لها كتراكم لي كل المبادرات السابقة التي تحدثت عن ضرورة الحوار والنقاش، بما فيها حتى مبادرة الطريق نحو الديمقراطية التي كان على ما أذكر طرحها السيد عبد الله حمدوك قبل استقالته. وكل هذه المبادرات بما فيها مبادرة عبد الله حمدوك ولا حتى مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ولا غيرها من المبادرات، نحن نرى هذه المبادرة تتويج زمني لها جاءت لاحقة وتحمل بداخلها كثير من الرؤى المشتركة مع غيرها. طيب أعتذر عن المقاطعة باشمهندس، هل هناك من ضمانات حقيقية ترجح كفة هذه المبادرة على أن تنفذ فيها المشهد السياسي؟ الضامن الأساسي لهذه المبادرة كما ذكرت لك أنها مبادرة سودانية خالصة، وده أمر نحن ندعو الناس للوقوف خلف هذه المبادرة لأنها في جوهر مبادرة أصيلة ومبادرة سودانية. الضامن الأساسي للتحول نحن بنقول للناس إنه الضامن السوداني ما في ضامن غير ذلك، الضامن التفاف الناس حول هذه المبادرة، والضامن كذلك استشعار الناس كما ذكرت لك لمخاوف حقيقية تحدق بالبلاد. تطورات كثيرة حصلت خلال 3 سنوات قد تجعل من هذه المبادرة بإذن الله وبكثير من الطريقة التي تدار بها من إيثار للنفس ومن صدق ومن شفافية قدام الناس، إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المبادرة طريق للحل ومخرج للسودانيين. جميل، دعنا نتعمق قليلا. تنص هذه المبادرة باشمهندس على ألا تتعدى الفترة الانتقالية عام أو عام ونصف، على أن تليها مباشرة انتخابات حرة ونزيهة. هذه النقطة أو هذه الجملة يتحدث حولها الجميع، الانتقال المدني الديمقراطي أو الانتخابات الحرة والنزيهة. في هذا التوقيت وفي هذه التقاطعات هل تسمح أوضاع البلاد بعقد هذه الانتخابات؟ نعم تسمح في غضون أو عام نصف أو ما يحدده مؤتمر المائدة المستديرة. طبعا في نقطة مهمة تتوضح للسيد المشاهد إنه دي نقاط اتفاق استخلصت من جملة مبادرات وحوارات لكنها غير ملزمة لأي كان مؤتمر المائدة المستديرة حال أن ينعقد بأكبر قدر ممكن من السودانيين هو اللي بيقرر. فدي توصيات ترفع فقط للمؤتمر، لكن الأفضل
والأكثر صلاحا للسودانيين، نحن بنرى إنه الفترة الانتقالية تكون أقصر ما يمكن في غضون العام أو العام النصف أو في هذا الحد، من أجل أن تقام انتخابات بعدها، وهي كافية. حتى في تقارير كثيرة لجهات دولية بتتكلم عن إنه الترتيبات الفنية في السودان بتتخذ ما حوالي 18 شهر، يعني ممكن تكون ترتيبات فنية بخبراء، يعني حتى خبراء خارجيين حول إنه 200 السودان يكون مهيئ للانتخابات. ففي هذه الفترة بالإمكان عمل تعداد سكاني، وبالإمكان الاتفاق على قانون انتخابات، وكذلك الأمر ما صعب، لأنه نحن السودانيين عندنا إرث سياسي انتقالي، نحن مررنا بثلاثة أو أربع فترات جميل. انتقالية. طيب باشمهندس، يعني كل هذه النقاط الآن بالتأكيد هي لا تجد القبول من جميع الأطراف السياسية، وأعني هنا الحرية والتغيير، المجلس المركزي. هناك كثير من الأحاديث تقول أن الحرية والتغيير المجلس المركزي يرفضون قيام انتخابات في ظل سيطرة المكون العسكري على المشهد، وكل من يتعامل مع المكون العسكري حتى وإن كان يحسب على المدنيين يصفونه بأنه انقلابي. طبعا المكون قوى الحرية والتغيير هو مكون أساسي وأصيل موجود في البلاد، حتى هو كان قدامه فرصة كبيرة بعد 11 أبريل إنه وقد تسيد المشهد سابقا انه يثبت بالعمل، يعني وبالممارسه يثبت ويوسع قاعده المشاركه من اجل الانتقال الديمقراطي. لكن كما ذكرت لك في البدايه، كلنا مسؤولين، قد تختلف درجاتنا، يعني درجات من حكموا هم بالطبع اكثر تحملا للمسؤوليه ممن عارضوا مثلنا وغيرنا، ولكن المبادره اصلا لا تستثنى أي أحد إن كان، لا تستثنى أي إن كان، بما فيها حتى قوى الحرية والتغيير، وبما فيها حتى الأطروحة اللي بتتكلم عن إنه الفترة الانتقالية تمتد لثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات. هذه الأطروحة نفسها يجب أن تخضع للحوار وللنقاش. ليه نحن نحكم ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات بلا استحقاق انتخابي وبلا شرعية؟ وهذا الأمر أيضا يطرح سؤال شرعية الانتقال الديمقراطي أو شرعية الفترة الانتقالية تنبع من وين؟ هل تنبع من شرعية ثورية يستأثر بها البعض بإدعاء الثورية، أم تنبع من تفويض وقاعدة موسعة؟ هذه الأمور كلها يجب أن نناقشها بصدر رحب وبقبول للآخر. وهذه دعوة أرسلها من خلالكم لقوى الحرية والتغيير ولكافة الناشطين، أن نتحاور حول هذه الأمور مهما كانت درجة الاختلاف فيما بيننا. طيب، نقطة يمكن أن تشكل معضلة حقيقية، وأعني هنا المجلس المركزي أو المكون المركزي، وهو أيضا من بعض من قياداته يصفون هذه المبادرة بأنها غطاء لمجموعة النظام البائد، أو أنها مدخل للهبوط الناعم. وهنالك من يتحدث حتى عن ظهور شخصيات قيادية من النظام المباد تتصدر المشهد في هذه المبادرة، وهذه نقطة بالتأكيد إن لم تجد التوضيح والتأكيد. وأنت قلت الآن أن المجلس المركزي هو جزء أصيل في هذا المشهد، لن يستمع معكم في هذه المبادرة. ما هو المشكلة وين؟ إنه خلال الثلاث سنوات كان في فساد كبير في الحياة السياسية السودانية، وبقت في مزايدات وإشاعات وأكاذيب، وغاب صوت العقل، حتى غابت الأخلاق يعني بين الناس، وبقت في تهم تطلق أصلا. هذه المبادرة مبادرة أصيلة وأدلتها كثيرة. الشيخ مولانا الطيب الجد عنده خطاب شهير في 11 أبريل 2019 بارك فيه هذه الثورة، ولديه أيضا خطابات إبان الحكم السابق، يعني قبل 25 أكتوبر، عارض فيها المكون المدني، وعارض فيها كذلك المكون العسكري. نحن قدام مبادرة أصيلة نبعت من جهة محايدة مستقلة لا تطلب أي سلطة لنفسها، فمن الأجدى ومن الأوفق ومن الأفضل إنه بدلا عن التبادل التهم فيما بيننا، والتهم ممكن نتبادلها إلى مدى طويل، يعني السودانيين ولا المجال السياسي ولا الناشطين ولا السياسيين ممكن نتبادل التهم الأخلاقية، ويعني يقيموا حفلة للمزايدات فيما بينهم، وده أمر ما كويس وما في مصلحة البلد. نحن ندعو الناس وأنفسنا قبل الناس، لأنه نؤثر مصلحة البلد على مصالحنا الضيقة ومصالحنا الشخصية، وبالتالي هذه المبادرة بها تنوع، بها شخصيات عارضة الإنقاذ لمدى طويل، وبها شخصيات عارضة الإنقاذ أيضا بالسلاح، وبها شخصيات كانت قريبة من الإنقاذ في فترة من الفترات، كما أيضا المجلس المركزي به مكونات ومجموعات حكمت مع الإنقاذ في مكونات عديدة، كانت جزء من برلمان 2005، وكانت جزء من صياغة الدستور 2005، وكانت مباركة لاتفاقية السلام الشامل وإلى آخره، يعني كثيرين شاركوا الإنقاذ. وهذا أمر غير مهم، المهم الليلة مصلحة السودان وين، والليلة كيف نمد الجسور فيما بيننا ونتحاور بلا مزايدات وبلا تهم وبلا تراشق لفظي وأخلاقي غير مجدي للناس. طيب جميل،
أنت الآن يعني متفائل جدا، وهناك الكثير من يقفون خلف هذه المبادرة بالتأكيد يحذو حذو هذا التفاؤل، لكن تعلمون جيدا مدى المعوقات التي ستواجه هذه المبادرة في مجموعات رافضة. بالتأكيد لديكم نقاط مشتركة يمكن أن تجمع كل هذه المكونات. سؤالي هنا، إلى أي مدى يمكن أن يفضي الحوار الحالي بين كل المكونات السياسية إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية يتفق عليها حتى لو بنسبة كبيرة جدا؟ أنا متفائل كما ذكرت، وبشوف الليلة في فرصة كبيرة قدام السودانيين كلهم إنه بيشكلوا أكبر قاعدة. طبعا الإجماع 100% مستحيل، نحن الغاية الأساسية إنه نشكل أكبر قاعدة موسعة بين غالب السودانيين لتدعم المرحلة الانتقالية وإدارة مرحلة انتقالية باتفاق دستوري يحقق غايات معينة، حكومة مستقلة، انتخابات كما ذكرت من قبل. فلو حدث هذا الأمر حتى المختلف والمعارض لهذا الأمر سيجد مكانه، لأنه في قيم أساسية مثل الحرية مثلا، الحرية العامة، حريات العامة وحق التظاهر وحق التعبير عن الرأي ومسائل مثل العدالة الانتقالية. هذه الأمور لو ثبتت ستجعل حتى المعارض أو المعارض المتطرف حتى يجد نفسه، وبالتالي بنعمل عملية إصلاح للمجال السياسي ككل. واحدة من أهداف المبادرة دي مش إنها تدير مرحلة انتقالية فقط، بل تصلح العملية السياسية بإرساء ثقافة الحوار بين الناس. فأنا غير منزعج أبدا لوجود ناس رافضين تماما للمبادرة، أنا حريص إنه المبادرة تصل للجميع ويتم النقاش حولها والتحاور حولها، وحتى لو ما بداخل مظلة المبادرة ممكن فكرة الحوار ما هي ما حقت مبادرتنا دي، ولا حقت مبادرة أهل السودان، ولا حقت أي شخص سوداني. فكرة الحوار والوفاق هي حقت جميع السودانيين. فأي مبادرة دعت لهذا الأمر وذهبت بآلياتها وبطرقها هذا أمر محمود وجيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب دعنا نقف قليلا على تفاصيل المشهد السياسي وحتى هذه اللحظة، وبعد تصريحات المكون العسكري وتأكيداته بأنه سيخرج من المشهد السياسي ويترك المساحة للقوى المدنية حتى تتفق وتصل إلى توافق تام وتصل إلى تشكيل حكومة، يعني هناك حالة من الجمود في المشهد، لكن في اليومين الماضيين بدأت أحاديث عن قوى الحرية والتغيير تحديدا المجلس المركزي بأنهم سيخرجون بوثيقة دستورية فيها كثير من البنود وما إلى ذلك. ما هي قراءاتكم، ما هي توقعاتكم لما سيحدث في الأيام المقبلة؟ ما حدث من خطاب السيد البرهان في الشهر المنصرم حول يعني خروج المكون العسكري أو المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، هذا الأمر أمر جيد، وكان مفروض يحصل في تقديرات كثير من الناس، يعني من 11 أبريل كان هذا الأمر مفروض يحصل، ويترك الأمر بدلا عن حوار ثنائي بين جهة تحتكر الثورة وجهة أخرى تمثل المؤسسة العسكرية ويصل الاتفاق الدستوري ونشهد حقبة من الهيمنة الثنائية واختطاف الإرادة الثورية والشعبية. كان من الأوفق أن السودانيين توافقوا على هذا الخط من 11 أبريل 2019، والليلة كان الانتخابات قامت وكان بنخضع لعملية سياسية مستقرة وأكثر استقرارا من واقع الحال، لكن حدث الأمر وذهبت الأمور إلى ذلك الطريق. الآن هذا الأمر جيد ومحمود، ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضي. ما ممكن نعلن وثيقة دستورية من طرف واحد أي مكون، ما في مكون الليلة، ونحن كررنا الكلام ده كثير، بيمثل كل الناس. الأفق نعترف بالحقيقة دي، ما في مكون واحد بيمثل كل الناس، ولا بنقدر نقصي مكون بما فيه حتى قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، واللي هي شهدت انقسامات كثيرة، لكن هذا الأمر لا يقلل من حقها في التعبير عن رأيها والتعبير عن تصورها للسياسة وغيرها أيضا من المكونات السياسية. فإذا سلمنا بهذه الحقيقة إنه كلنا سودانيين ومن حقنا نعبر عن آرائنا ومن حقنا إنه نمثل من نستطيع تمثيله بلا ادعاء لأننا نمثل كل السودان، لو اعترفنا بهذا الأمر العملية السياسية ستزدهر، وسنتفق على حد أدنى لوثيقة دستورية نذهب بها للمكون العسكري، وهو حينها يعني ملزم بأنه يطبق هذا الأمر ويطبق هذه الوثيقة. مهندس، نقطة أخيرة، في حالة لا سمح الله لم تنجح هذه المبادرة ولم تتفق القوى المدنية على الوصول إلى توافق تام، خصوصا وأنت ترى الآن ترشح كبير جدا ما بين المجلس المركزي والتوافق الوطني، وكانت هناك أخبار حتى رشحت بأنهم قد جلسوا مع بعض، خرج السيد وجد صالح ونفى ذلك تماما وقال أنا الناطق الرسمي في قنوات خارجية ولم نجلس أبدا مع التوافق الوطني، وهذا يؤكد مدى
يعني اتساع الفجوة بين هذه الأطراف. إذا لم تتفق القوى المدنية ولم تنجح كل هذه المحاولات، ما الذي يمكن أن يحدث؟ طبعا كون تكون فكرة الحوار والوفاق بين السودانيين فكرة صحيحة، هي صحيحة مطلقا، ولو قدر الله سبحانه وتعالى أنه العقلاء ما نجحوا في هذا الشهر، فالشهر القادم والشهر اللي بعده والسنة الجاية ده طريق لا رجعة عنه أبدا حتى ينصلح حال السودان، لأنه ده الاتجاه الصحيح. فبالتالي نحن متفائلون وعازمون على المضي في هذا الطريق، وفي بوادر كثيرة تدعو للتفاؤل. لكن في خضم هذا التفاؤل يجب أن تكون هناك أيضا بعض التوقعات أو خطط أخرى في حالة لم يسير السيناريو على ما أنتم تصبون إليه. يعني أيوة طبعا السيناريوهات متنوعة ومتعددة في حالة أنه نصل لحدود بعيدة، لكن إحنا يعني إذا فتحنا باب التخيل، لأنه السيناريوهات بتكون سيناريوهات متعددة وبعضها مخيف حتى للناس. يعني هذا ما أود أن أوضحه للمشاهد وللمواطن يحتاج إلى ذلك. دعنا نتحدث بصراحة، يعني جاءت تصريحات من بعض القيادات المدنية وفي أحزاب لها وزنها في السودان، تحدثت عن أن الفريق وركن عبد الفتاح البرهان وحتى في الأيام الماضية رشحت كثير من الأخبار أنه يتجه إلى تكوين حكومة عبر قانون طوارئ، واستمعنا إلى هذا التصريح أيضا من بعض المسميات لا أريد أن أذكرها الآن، لكنها صرحت بأن الفريق البرهاني يتجه إلى قانون الطوارئ وإعلان حكومة وفق ما يراه. هذا سيناريو أيضا مهم يجب أن يوضع في الصورة. الخطورة مش في السيناريو ده صراحة، هو الليلة لو السودانيين لو تخيلنا أن السودان قامت فيه حكومة وقدرت تفرض هيبتها وتحفظ الاستقرار، كثير من السودانيين قد يروا هذا الأمر جيد، لأن أكون صريحين يعني يا عزيزي كيف يمكن أن يتحقق هذا الأمر وأنت تعلم جيدا مدى عدم التوافق بين القوى المدنية، وهم يرون أن كل من يتعامل مع المكون العسكري هو يعتبر انقلابيا؟ إذن كيف سيرضى أو سترضى القوى المدنية وستوافق على هذه الحكومة؟ أنا أتحدث عن أنه يمكن أن تعود مرة أخرى عمليات التصعيد وما إلى ذلك التي عانى منها المواطن، هذا ما أتحدث عنه. عملية التصعيد وعمليات التظاهر هي عمليات ما بالضرورة تقيف، يعني إحنا ما مخاطبتنا لأن الناس توقف التصعيد أو ما توقف التصعيد، دي خيارات قوى، نحن لا نملك أن ندفع للتصعيد أو نمنعها عن التصعيد، لا نملك هذا الأمر. نحن نتحدث بصوت قوي جدا، هذه ليست نقطة الحوار، أنا أتحدث عن سيناريوهات يمكن أن تحدث. السيناريوهات المخيفة والخطيرة على السودان كثيرة، وليس من ضمنها فقط تشكيل حكومة، من ضمنها أخطر سيناريو على السودان هو سيناريو التفتت والتشرذم وسيناريو الحرب الأهلية. يعني نحن لما نشوف المهددات ما بنقصد أنه تعلن حكومة من جانب طرف واحد وبعض الأحزاب يعني ترفض وتعلن التصعيد، ده ما أخطر سيناريو يمر على البلد. أخطر سيناريو أنه نستمر في عملية الشد والجذب والتشرذم وشد الأطراف إلى أن نتفاجأ بانهيار للسودان، ده أخطر سيناريو. وسيناريو إذا إحنا بنفترض أنه أي سوداني قلبه على البلد هو عنده رأي في هذا الخيار ويرفضه تماما. فبالتالي أرجع وأقول أنه في استشعار لخطورة هذه المرحلة وضرورة التهدئة وضرورة التسوية وضرورة الحوار وضرورة الوفاق من أجل إدارة سليمة للمرحلة الانتقالية تكون فيها الوحدة والتعايش السلمي بين السودانيين. كلنا شهدنا بكل أسف الأحداث اللي حصلت مؤخرا في ولاية النيل الأزرق وقبل عدة ولايات وفي الشرق وفي الغرب وغيرها، وكلنا شهود على شد الأطراف وشهود على مآسي كثيرة وشهود قبل ذلك على ضنك في العيش وعلى عدم استقرار للمواطن. فهذه الأمور إذا ما دفعت عقلاء السودانيين وأهل الرأي وأهل الحل والعقل لأنه يتجهوا بقوة وبحزم لأنه السودانيين يتحاوروا ويتوافقوا، إذا لم يحدث هذا الأمر سينهار السودان. لكن أرجع وأقول لك نحن على قناعة أنه هذا الأمر لن يحدث انهيار للسودان، ستذهب الأمور بإذن الله وإن بصعوبة بالغة، وإن المهمة ما سهلة طبعا، لكن نحن في النهاية على قناعة أنه هذه البلاد ستعبر إن شاء الله عبر يعني في هذه المرحلة الخطيرة ستعبر بالحوار وبالنقاش، وكل فكرة قابلة للحوار والنقاش بما فيها حتى فكرة اللاءات الثلاث أو بما فيها، يعني حتى اللي بيقول لا تفاوض ولا شراكة ولا حوار، هو لما يقول كده ما هو قال الكلام ده بلسانه، فأنا ممكن أناقشه، ولو جاء قعد وتناقشنا في إنه ليه في لاءات ثلاث والجدوى شنو ده كده حوار انعقد خلاص، ده الحوار بنقصده. نحن بنرفض المتاريس العاطفية والمعنوية والأخلاقية بين الفاعلين السياسيين، ودي أخطر حتى من المتاريس اللي موجودة على أرض الواقع. ودي دعوة للناس إنه يمدوا جسور فيما بينهم. يعني
نعم، ونحن أيضا نأمل أن تتحقق كل هذه النقاط الإيجابية التي بالتأكيد تنعكس على استقرار البلاد. أشكرك جزيلا الباشمهندس هشام الشواني المتحدث باسم نداء أهل السودان، كنت معي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام نمضي وإياكم إلى ملف آخر بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. انظروا إلى العالم، العالم في ليبيا، انظروا إلى العالم في سوريا، انظروا إلى العالم في العراق، انظروا إلى العالم في اليمن. لا ينبغي أن نكون مثل هذه، ينبغي أن نعود كما كنا بالأمس، إخوة متحابين، جماعة مؤتلفين، يسودنا الوئام، يسودنا الحب، يسودنا الإخاء، نتفانى في ذلك في كل قصارى جهدنا حتى نصل إلى السودان إلى وضع يرتاح له الجميع ويشمل كل أبناء السودان. نحن لا عزلة، كل الناس المائدة المستديرة حتى إن شاء الله ندعو لها لكل الناس. أي سوداني، ما في حزب معزول، ما في شخص معزول، كل الناس التفوا وكل ذو الرأي يبدي رأيه وتقصر رأيه للرأي الغالب. فكل إنسان اللي هو أن يبدي رأيه في المائدة المستديرة، سواء كان رأياً حزبياً أو رأساً شخصياً أو رأياً آخر. والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. الطرق الصوفية تجمع كل الأطراف وهي محايدة، والشيخ الطيب الجد هو شيخ الطرق الصوفية، ومنبر أمبو أمبام منبر معروف يعني وتاريخي، وبالتالي نعتقد أنه هذه المبادرة تستطيع أن تجمع غالبية أهل السودان وحول يعني ما هو متفق عليه، ترتيبات محددة، ترتيبات دستورية، برنامج مختصر لما تبقى الفترة الانتقالية، معايير تشكيل الحكومة المحايدة والانتخابات العامة. وبالتالي المعالم والأهداف التي وضعتها المبادرة، المبادئ ثم الأهداف واضحة، وبالتالي من لا يريد أن يجتمع حول هذه الأهداف فلينتظر انتخابات. لقينا بالفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، وأطلعناه على فكرة هذه المبادرة وهياكلها ومنظومتها ويعني تفاصيل البرنامج المقترح لهذه المبادرة، وأمن على أن المخرج سيكون مخرج سوداني سوداني، وأن هذه المبادرة من الممكن أن تخرج هذه البلاد من هذه الأزمة الموجودة فيها إذا استطاعت أن تجمع كل القوى السياسية الموجودة وتحقق حالة من التوافق على مستوى المشتركات في حدها الأدنى بين المكونات السياسية والمجتمعية. وكذلك بفضل الله سبحانه وتعالى التقينا برئيس الجبهة الثورية السيد الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة، وتناولنا معه في جلسة مطولة هذه المبادرة، وأيضا أبدأ دعمه لهذه المبادرة، وأن هذه المبادرة يعني ستكون لها مساهمة رئيسية في حل الأزمة السودانية الموجودة.